دائما مع يوم الفنان، وأعرفت دار الثقافة بتيار تمسية فنية حيتها فرقة سفير الطرب للشهيد علي معاشي والتي حضرتها جهات رسمية وكذا عدد من المواطنين والعائلات التيارتية لإحياء هذه المناسبة التي استضافت كوكبة من الفنانين الجزائريين أمثال محمد بسام، عبد النور شلوش، حسن بن زراري، حمزة فيغولي وغيرهم، والذين تم تكريمهم رفقة عائلة الشهيد علي معاشي بالمناسبة. ميكروفون لديار بن داود. الحراير اللي راهم معانا ما يعرفوش يصغرتو. هذه المناسبة الغالية، الشهيد علي معاشي الله يرحم الشهداء قدمنا بهذا الحفل على كل حال الفنانين بحضور الفنانين بمناسبة عيد الفنان، وكان لقاء ما بين الفنانين والزملاء. صافي بليزير، كرمنا ايام التكريم، وطبعا سعادتي الثانية كوني انني احضر تكريم احد رجالات الفن الذين سقطوا في ميدان الشرف والذين اعطوا للجزائر، ضحوا بانفسهم من اجل ان تحيا الجزائر، وهو الفنان الراحل الشهيد الرمز علي معاشي. طبعا انا كابن شهيد تاثرت جدا. انا مسرور جدا اليوم اللي راني في بلادي ولايه تيارت، وانا فخور بتيارت، وهذا الرمز اليوم، هذا الشهيد رمز تيارت ورمز الجزائر، راه بالنسبه لنا هو حي، عطانا اليوم فرصه باه تلاقينا اليوم. تنظم